Enregistrement wydadeclub.com. لان سي عبد الرحيم يعني الحديث حول فريق الوداد كاين يعني الاخبار ديال التجديد ديال الخالقي الانفصال على اسماء اش ممكن تقول لنا بالنسبه للوداد حاليا؟ انريجيسترمون اولا صغير العمر ديال اللاعبين حتى جوج لاعبين تقريبا 70 سنه كانت فوق 30 سنه صغير ولكن اقحام عده عناصر ابناء النادي اللي تلعبوا ابناء الدراسه ديال الفريق وكي عندهم الغيره بالطبع على القميص ديال الفريق ولكن شاهد يكون عندهم مؤهلات بدنيه تقنيه او ذهنيه باش يحملوا الثقل ديال اللاعبين اللي غادروا والحمد لله احنا مشينا تدريجيا الشوط الاول حملنا عده عناصر شابه اعطت الاكل ديالها بحال الاصباحي بحال القرطي بحال الولجي بحال الزهيد الايفونا اللي موريس توسي فهذو كلهم لاعبين خذوا المكانه ديالهم والقائمه مازال مفتوحه للاعبين الاخرين اللي جربناهم في هذا الميركاتو منهم ثلاث لاعبين في المستوى العالي ولا اسبقهم اللي قريب ان شاء الله في ايام في المقابلات القريبه هو عبد الله على مؤهلات عاليه ان شاء الله. الحديث حول يعني فريق وداد نتحدثوا ايضا على الاسماء اللي يعني وصلتوا معها للصيغه ديال يعني الانفصال شنو الاسماء اللي انفصل عليهم فريق الوداد حاليا؟ ملي كتشوف واحد اللاعبين مروا ست سنوات سبع سنوات في النادي وتشوف واحد اللائحه ديال المقابلات اللي لعبوا ما كتعداش الى جمعيه في السوايع ما كتعداش 10 المقابلات فما يمكنش انت تخلي واحد اللاعب اللي يقدر يلعب فريق ثاني بحال ما كنشكوش المؤهل التقنيه ديالهم ولكن ما يمكنش تحطهم في ذاك الاحتياط ولكن الاحتياط الهدف الاساسي ديالي مع الاخوان المكتب تكون فيها لاعبين عندهم 16 سنه اللي تعلموا من ذاك الاحتياط وتقحمهم في عده مقابلات فلهذا كان الاختيار كان صعب لان تحرموا الناس اللي لعبوا 4 سنين 5 سنين مع الوداد ولكن تعرف كره القدم ما فيهاش عاطفه فيها اللوجيك فيها الغوطمون فيها لابارتيسيباسيون فيها لونجاجمون في بزاف الحوايج انا كنت بعقل احترافي ما بقتش بعقل عاطفي. طيب سي عبد الرحيم حاليا الحديث حول فريق الوداد كيف ما قلت الحديث حول المباراه كانت وديه غادي معكم فريق الفتح الرباطي هذه مباراه اللي تلغات يعني واللي ما تسجلش غير عرفتي علاش لا غير باش نكمل غير باش نكمل السؤال ديالي هذا من جهه ولا السؤال الثاني هو واجهتوا جوج مباراتين المباراه الاولى نهزمتوا فيها ب4-0 المباراه الثانيه ب4-2 يعني هذا يمكن كان اخبار على التحدث على السياء عن جماهير ديال الوداد هي اللي خلت الالغاء ديال هذه المباراه شنو الراي ديالك؟ لا الاجتماع اختي نهضر في هذا الموضوع فالناس ما عارفينش بان توقف البطوله 6 اسابيع كتعطي فرصه للمدرب مراجعه اوراق من الناحيه البدنيه فدخلنا راسي وغني غادي يكون عارف الموضوع لا فدخلنا في لا بريباراسيون فونسيير من الاول تعطيتهم واحد اسبوع راحه من مين طلع سي جو ورجعنا اللياقه البدنيه الاوليه يعني قوه التحمل السرعات قوه العضلات صباح مساء وحصتين في اليوم فمن طبيعي ان من كندخلوا من بعد واحد 15 يوم ديال الاستعداد البدني تيكون واحد العياء صحيح فلهذا انا تعمدت اللقاءات الوديه لعبتها مع مقابلتين تعمدت نشرك اللاعبين 50 دقيقه الاولى فال 50 دقيقه الاولى 50 دقيقه الاولى للفريق الرسمي و50 دقيقه للفريق الشبان اللي كانوا تحت يعني تحت اختبار فالفريق الوداد دائما لازم اي مقابله كتحدى اي واحد وعندي اشرطه ولو كان كنا نهزمنا فهي مقابله وديه وانا افضل ان اهزم باش نعرف يعني الاخطاء ديالي ولا نعرف الحبلين ديالي فلهذا كان دائما فريق الوداد ضد الجيش الشطر يعني في المقابله الاولى 0-0 الفريق الرسمي حملنا 13 عنصر في الشطر الثاني فما توفقوش لانه ما كانش الاماكن بحال وسط الميدان بحال المدافعين احنا تلعبنا ببعض الاماكن باش نعطيو فرصه للجميع يلعب في المقابله الثانيه فرق وداد خرج فائز الشوط الاول 2-1 الشوط الثاني هزموا دوك الشبان بحال الشبان مصطفى هنا مشينا لعبنا مع سلا فريق الشبان خمسه هو الاول نازل 0-0 الشوط الثاني دخل الفريق الرسمي 1-0 ولكن الناس هادو اللي لا يفقهون شيئا في كره القدم ولا في حتى في اللياقه البدنيه فقوا بالمعنى ولكن شكون ماشي جمهور الوداد ولكن هذوك المتصفرين وغنقول لكم صراحه اللي تيتسناو اي عثره باش يخرجوا للواجهه وانا عارفين كل شيء تيعرفوهم فخلقوا بالبال خلقوا هذه في الوداد تناسوا بان فريق الجيش احنا في رسمي ماشي في المقابلات الوديه والناس سي عبد الرحيم ماشي سي طليل
سفيان تفضل. هاد الناس ربما بغاوك ما تبقاش تجرب اللاعبين الناشئين ويسدوا الباب على اللاعبين. الوداد تختزل طاقات كبيره في فريق الامال وفاروق الشباب، وهذا ربما النيه ديالهم هو انهم يسدوا الباب على هاد اللاعبين الناشئين وما تعطيوش فرصه في مباريات وديه. لان استاذ سيكردا اولا الهدف ديالي هو ربح لاعبين، فانا ثلاث لاعبين غادروا للفريق حتى في الميركاتو. هذوك الاماكن ما يمكنش يجيبوا لاعبين خارج السور الودادي، لان لا يوجد لاعبين يعني في القيمه اللي بغينا. فلهذا ما يمكن يجيب لاعب في الميركاتو جميع الاستغون يكون عارف هذا الشيء. في الميركاتو يكون لاعبين عندهم مشاكل مع الفرق ديالهم، ما يمكنش يجيب لاعب عنده مشاكل وغادي يزيد ما عندكش اضافه تقنيه. وهادشي راه جربها في الولايات السنه الفريطه، جاب ستة لاعبين وفي واحد ملعب 700 مليون ديال السنتيم، يعني ما يمكنش تلعب انا بالمبادئ ديالي وبكرامتي وشخصيتي ونكذب على الناس. فلهذا ما كاينش لاعب ما لقيناش اصلا. وثانيا عطيت فرصه اللي ان شاء الله باذن الله، وانا كنتحدى الناس اللي تيهضروا ان الوداد غيكون عنده خمسه لاعبين من اعلى مستوى من فوز تنديرهم تاع السنه، هما اللي شركناهم في هذوك اللقاءات وربحتهم. ولا النتيجه، لكن انت عارف النتيجه ما نقدروا اللقاءات. طيب كاين سؤال، نمشيو عند سي حسن اغني. السؤال ديالك. السلام عليكم سي طالب. اهلا وسهلا. معك حسن اغني. الله مبارك. مرحبا. الحمد لله هذه السنه بعد باش فريق الوداد البيضاوي في الحقيقه رجع لنا ذكرنا بايام الثمانينات ديال فريق يوري بصراحه، لا من الناحيه البدنيه لا من الناحيه التكتيكيه. شفنا عناصر شبان ولاد ابناء الفريق، للاسف كاين اعداء النجاح. حتى الميزانيه ديال انتدابات اللاعبين تقلصات بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي. اغلبيه راه كاين اللي تفهم الكره راه عارف الاستعداد باش تكون تستعد للدوري، كي تستعد ماشي مقابلات رسميه يعني خاصها تبازي لا فريشور. النتيجه ديال الانهزام ديال الجيش الملك انا تنعتبرها عاديه، لان الناس ما عارفينش الظروف اللي اشتغلتي فيها. انا بنفسي ما يمكنليش نحكم عليها، تبقى عاديه، ولكن انا متاكد فريق الوداد البيضاوي في المقابلات الرسميه غيكون في مستوى كبير ان شاء الله. انجستريمون ويداديكلوب.com. انا سيغني وانا بغيت نستهدرو والناس كلها فارطه. الشطر الثاني من البطوله الوداد لم تحقق نتائج ايجابيه، لازلت اربعه لقاءات مع الفرق اللي كانت غتصب السنه الفارطه هي بركان، وداد فاس، قنيطره وبلاد. لهذا لم تجيد الاستعداد البدني يعني في الميركاتو. فلهذا الناس انا ما فهمتش واش الحمد لله انا زعما وجدت فيها هذا الشيء. كاين بعض الاشخاص معروفين فيهم اللي بغى يزعزع الطاقه الاداري، فيهم اللي بغى يزعزع الطاقم التقني، وانا كنقول لهم هذا المنبر هذا انا لا اتلصق بالاماكن. جيت الوداد بارونديسيون بارامون، ما جيتش على الفلوس لان الوداد ما عندهاش، وراه كل شيء كيعرف كيفاش كنشتغل. الا كنت انا لا اصبح الوداد راه كنكتب مسير مع المعقد وكان ضميري بعدا هو اللي غيمشي نكمل، وانا ما انا فاشل. هذا تنتمنى كنا نخدموا حنا وجدنا فريق مستقبل، عندنا فريق الان حالي اللي يكمل في الرتبه الثانيه مع احسن الهجوم. 24 اصابه 15 مقابله راه ماشي سهله، وكنتمنى ان شاء الله يخلينا نخدموا. كسؤال اخر سفيان. سي عبد الرحيم. نعم سي سفيان. الله يطول عمرك بارك الله فيك. يعني عندي فقط سؤال بحكم تخصص كنعرفوك ولد الميدان، بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني الاقل من 20 سنه اكيد انه ثروه اليوم فريق الوداد البيضاوي. شفنا لاعبين كانس اصباحي كوليد الكرتي كيلعبوا للفريق الاول وكيقدموا الاضافه، يعني دمجتيهم في عدد كبير من المباريات. فقط تساؤل على لاعبين اخرين كالحارس بدر الدين بن عاشور، عمر عطي الله، ايمن حسوني، رضا الهجوج، وشد لاعبين من خلالهم اكيد انكم انتم اليوم تحملوا مسؤولية أكبر ليس فقط الوداد البيضاوي بل أيضا إعدادهم تصفيات ديال الألعاب الأولمبية. كيف داير التنسيق ما بينكم وما بين الإدارة التقنية سي طالب؟ انجستريمون ويدادي كلاب. الدور ديالنا هو إعطاء فرصة للشبان، فكدرت مراجعة بدنية تقنية فردية وجميع هاد اللاعبين هادو علاش لصحة الوداد أولا وصحة المنتخب المغربي في المستقبل. فبحكم يعني بكل يعني بتواضع حكم تجربتي المتواضعه في الميدان من الناحيه البدنيه والتقنيه، فقمنا بعمل اون بروفوندور لهاد اللاعبين هادو باش نربحهم هاد السنه هادي ونربحهم المنتخب ديال اقل من 20 سنه في السنوات القادمه. فلهذا ما كنظن ان الناس مازال كتشتغل بالعشوائيه، ما كاينش واحد التتبع علمي وما كيخلوك تخدم كيف انت بغيتي. فكل شيء باغي يدخل، كل شيء باغي يسير، كل شيء ما فهمش. ولهذا كرة القدم لن تفلح في شيء الا اذا كان الناس الاختصاص هما اللي قابلوا هذا الميدان هذا، والناس يبقوا اللي عنده شي دور ديالو ديالو، ولا كاداري يبقى اداري، مشجع يبقى مشجع، تقني يبقى تقني.
اذا واضح. شكرا لك سي عبد الرحيم، شكرا لك على التواصل، شكرا جزيلا. Enregistrement wida-des-clubs.com